يدأب خبراء عراقيون بمساعدة مرممين فرنسيين على تجميع المئات من القطع الحجرية الصغيرة في متحف الموصل في شمال العراق. هي أجزاء من آثار يفوق عمرها 2500 عام حطمت على يد تنظيم الدولة الإسلامية. Notre mission, elle est surtout une mission d'apport en expertise pour pouvoir permettre aux gens du musée de Mossoul de pouvoir intervenir sur ces œuvres. Donc on est vraiment là pour leur montrer comment traiter ce genre de problème. وبعدما سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على الموصل في العام 2014 قام عناصره بتحطيم قطع أثرية ضاربة في القدم وتفجير أخرى في المتحف الواقع في ثاني كبرى مدن العراق. هي من ناحية الصعوبات، أول شيء يعني إذا نحكي على القطعة اللي هي منصة العرش، يعني القطع الصغيرة اللي يعني كلش صغيرة، والحشوات الداخلية اللي ما تحتوي لا على كتابة ولا تحتوي على يعني أي شيء إنه ممكن نستند عليه، يعني إنه نرجعها بمكانها. وبعد ثلاث مهمات في حزيران يونيو وأيلول سبتمبر ومطلع كانون الأول ديسمبر، ينوي الخبراء الفرنسيون التناوب لإجراء زيارات دورية إضافية إلى الموصل. تنتهي أعمال الصيانة في غضون 5 سنوات القادمة إن شاء الله. هو يعني سقفا زمنيا تم تحديده من قبلنا نحن إدارة المتحف ومن قبل الخبراء الفرنسيين الذين يعملون بالشراكة مع فرق الترميم، إلا أن هذا السقف ممكن أن يكون أقل أو يكون أكثر حسب التخصص وحسب إمكانية العمل وحسب الظروف التي تواجهها القطع الأثرية في مرحلة الترميم والتأهيل. وبدأ مشروع الترميم في العام 2018 كإجراء عاجل، لكن تأخيرات حصلت بسبب جائحة كوفيد-19.